نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، البدايه كنا نتمناها ان تكون افضل من كده، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. بص كابتن ايمن، لن تدرك اي شيء، خدت بالك، من غير الكلام اللي احنا قلناه في اول قبل المباراه. لابد ان يكون عندك عمق هجومي، عمق هجومي باكثر من شخص، اكثر من لاعب، باكثر من تاكتكس. ان النهارده بدل الكوره الطويله اللي انت بتلعبها لشخص واحد على ثلاث افراد، ده مش هيقدر يعمل، حتى لو استلم الكوره يا كابتن مش هيقدر يعمل فيها اي حاجه. فلازم طبيعه الشغل اللي احنا بنشوفه في كل مباراه، التاخر في اول شوط، نص الملعب بياخد الكوره بيفضل يلف ويدور حوالين نفسه عشان يقدر يعمل اي شكل هجومي، اي شكل تهديفي. لن يستطيع لاعب وحده ان هو على خط واحد كامل من الدفاع ان هو هيترجم كل ده الاهداف. وحتى لو حصل سبورت بيبقى جاي متاخر، التدعيمات بتبقى جاي متاخر. انت ليه شكلك في اخر 3 4 5 دقائق رحت على الجول وضربات حره على اليمين وضربات حره على الشمال حصل زياده عدديه داخل ال 18. فبالادهى انك انت تبتدي المباريات كلها بهذه الزياده العدديه، بتثبيت القواعد الهجوميه عندك انت اصلا، وتوقف في نفس الشكل حسين السيد اكتر واحد وصل للمرمى عندك. فلو في حد انت فيرود جنب محمد شريف واقف ناحيته، لن يستطيع اي باك او اي ديفندر يقدر يتقدم عليك حتى لغايه نص الملعب. فانت بتعمل عمق هجومي وبتعمل تثبيت، خدت بالك، لكل لاعب جاي من خط الوسط او من الاطراف على شكل فانيلا حمراء، على اثنين واقفين بيعملوا لك، بيمثلوا لك ان ممكن يحصل تيكوف زي زمان كده وزي كل الاوقات اللي النادي الاهلي بيلعب فيها كوره، اذا كان الشوط الثاني ولا الشوط الثالث ولا في اي وقت اللي هو بيبقى فيه دخول جوه منطقه الجزاء. احنا ما عندناش ال 45 دقيقه الاولين هذا الشكل من الدخول داخل منطقه الجزاء، اذا كان من اللاعبين او من طريقه اللعب اللي احنا الحل لازم يبقى، هقول لك، هتقول لي في تغيير بدري، لازم يبقى في تغيير بدري ولاعب ينزل جنب محمد شريف مش مكان محمد شريف. ماشي، بس كده. كابتن علاء، ما شفناش فعاليه على المرمى، ما شفناش خلق الفرص، شفنا شخصيه جديده للنادي الاهلي النهارده، الاعتماد على الكرات الطوليه، ودي مش شخصيه النادي الاهلي. وحتى لما بتعتمد على الكرات الطوليه المفروض ان انت بتستنى الكره الثانيه. لعيبه نص الملعب او خط الوسط الامامي راجعين لنص ملعب النادي الاهلي، يعني حاجه غريبه جدا. بس ايمن، هو الحاجه الجديده او الظاهره اللي حصلت الشوط الاول كور طويله، بس هل الكور الطويله دي لاعب بيلعبها مضطر؟ ما هو ده مش طريقه لعبك. صح، كويس. كونك ان نلعب كور طويله انت مضطر تلعب كده ليه حضرتك؟ انت ولا مستحوذ على الكوره ولا بتتحرك من غير كوره، فكان انت ما عندكش اي هجمه منظمه. يعني كابتن شريف بيقول لك احنا شفنا الهجمات الشوط الاول اخر 5 دقائق وكلها كور عاليه، لكن انت كشكلك الهجومي انت مش مستحوذ، عشان كده مفيش هجمه هتعملها. انت انتشارك في الملعب مفيش حد بيتحرك غير كوره، ما هي كره القدم يا ايمن انتشار في وسط الملعب، تحرك بكوره وبدون كوره. مش النهارده مش موجودين، انيابك الهجوميه مش موجوده، شخصيتك من الاول المباراه اللي قلنا عليها لازم انت اللي شخصيتك واضحه. لا، الاسماعيلي هو اللي ضاغط عليك، الاسماعيلي ضاغط عليك كويس جدا النهارده. لو انت ما اتحركتش من غير كوره وحركه كتير في نص الملعب من غير كوره مش بالكوره، هيبقى شكل الشوط الثاني زي الاول، انك بتلجا تلعب كوره طويله، لان ما هو اللعيب يا اما بيبص اسامه ممسوك وكابتن شريف ممسوك وعادل، مفيش حد فبيلعب كوره طويله. مزبور. وده مش شكل لعبه خالص، كوره طويله ده انت عايز بقى مش النادي الاهلي عامه، يعني عايز مواصفات ثانيه. لكن لازم النهارده في نص الملعب، هو نص الملعب اللي لازم الحاله عنده. صحيح. حركه كتير قوي من غير كوره يبدا تستحوذ، يبدا شكلك تبني هجمه الاول عشان تبقى عندك خطوره على الاسماعيلي باذن الله. كابتن اسامه، شفنا شوط هادئ جدا، ولو الريتم ده بيساعد النادي الاسماعيلي انما كله خساره النادي الاهلي. مفيش شك، اول حاجه ايمن انا شايف ان الضغط السبب الرئيسي في انك انت مش عارف تستحوذ على وسط الملعب، وسط الملعب رايح منك. انا يمكن قلت في البدايه ان الاسماعيلي بيلعب بثلاثه ارتكاز هيخلوا النادي الاهلي يبقى في نص ملعبهم اكتر وهيتحفظوا اكتر، لكن الاسماعيلي هو الافضل في وسط الملعب، ضغط شرس جدا في كل حته في الملعب، بيلعبوا بروح عاليه جدا في ورا، هم الاقوى والاسرع في نص الملعب، هم الاقوى والاسرع قدام، هم الاقوى والاسرع. انت بتلجا للكوره الطويله ليه؟ لان في ضغط شديد جدا عليك، واللعيبه ما بتلاقيش حل الا غير انه بيلاقي ما فيش لعيبه بتتحرك بدون كوره سهل عشان تبان له، فبيروح مضطر يعمل كوره طويله لمحمد شريف، اللي انا شايف انه يعتبر مظلوم. مظلوم ليه؟ لانك انت نص الملعب متاخر قوي ومضغوطين قوي، كل كوره نلعب له طويل في وسط 3 4 ما هيعمل ايه؟ صحيح. طبعا انا شايف انه لابد ان يحصل تغيير من وجهه نظري،
انا شايف انه حسين ممكن يطلع وينزل بواليا راس حربه ويلعب شريف ناحيه اليمين. على الاقل هتلاقي يعني كثافه شويه في نص الملعب، وبواليا يقدر يخبط مع الناس في ال 18 وشريف واجايج ومن تحته اسرع يعني. كابتن عادل، حلول موسيماني الشوط الثاني علشان النادي الاهلي يخش اجواء المباراه؟ هو النادي الاهلي يخش اجواء المباراه الشوط الثاني، لاني بقت ظاهره عندنا في النادي الاهلي انك انت الشوط الاولاني يروح منك دائما، لان الروح الجدعنه. انا الكباتن مش هتكلم في الكوره، لان الكباتن كلهم اتكلموا في الكوره، عشان ترجع لازم روحك تبقى اعلى من روح النادي الاسماعيلي. انا شفت الشوط الاولاني النادي الاهلي روحه اقل من روح النادي الاسماعيلي. هنشوف تغييرات مبكره الشوط الثاني. المفترض انه لازم تغيير الروح بيتغير بلاعب او اتنين. مين عشان يغير؟ من وجهه نظرك مين؟ يعني ناصر ماهر، انا شايف ان ناصر ماهر الملعب محتاج يتمسك، نلعب كوره كويس ناصر ماهر، وشايف ان بواليا ممكن يلعب كمان باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه بعد نهايه احداث المباراه. ارجوكم انتظرونا.